أهلا بكم كل أعزائي المشاهدين وكل أعزائي المتابعين، أهلا بكم من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي ومن كل مكان في الدول العربية الحبيبة والشقيقة. النهاردة معانا مواضيع مهمة وأخبار مهمة وتحذيرات مهمة. عندنا تحذير من التسمم الشمسي مع ارتفاع درجات الحرارة ومع دخول الصيف اللي احنا شايفينه هيباين يعني جاي بتقله قوي وجاي بحرارة غير عادية، فخلي بالك واحذر انت وبيتك واطفالك واولادك من التسمم الشمسي. وهنتعرف ايه اعراض التسمم الشمسي وايه طرق العلاج منه لانه خطير جدا. كمان عندنا خبر مظاهرات حاشدة في امريكا ودعوة للاضراب. مظاهرات حاشدة في امريكا الان في معظم الولايات ودعوة للاضراب. كمان جحيم درجات الحرارة قادم للدول العربية، هنقول لكم على اخطر الايام القادمة اللي فيها درجات الحرارة هتوصل ل47 درجة وهتتعدى هذه الدرجات. يلا بينا نبدأ موضوع النهاردة وحلقة النهاردة. وبفكر حضراتكم قبل ما نبدأ بعمل لايك للفيديو علشان ده هو الحاجة الوحيدة اللي بتقدر تخلينا نستمر، ولما بتعمل لايك حضرتك الفيديو بيقدر يوصل لعدد اكبر من اللي موجودين في القناة. وكمان بنشجع فريق القناة والدعم اللي بيتعب معايا على ان احنا بنشكره بهذا اللايك، فياريت حضرتك تعمل لايك دلوقتي وما تبخلش علينا بيه عشان نركز في اللي جاي واكون شاكر لحضرتك مقدما. كمان لو حضرتك جديد معانا ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس اذا كنت محتاج يوصلك كل جديد في كل ساعة وكل لحظة. ياريت تشترك في القناة او تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد منا. والتقليد والعادة اللي احنا بدأناها في الفيديوهات الجديدة في القناة او عموما على اليوتيوب ان احنا نعرف معلومة وناخد ثواب. العام عام 2022 بالذات احنا مسمينه عام البلاء والوباء والغلاء، فعملنا تقليد جديد او فكرة جديدة ان نتفرج على الفيديو وناخد معلومة وكمان نكسب ثواب ونطلب من الله سبحانه وتعالى انه يرفع غضبه عن البشرية. فياريت تكتب امين، كلمة امين والله مش بتخسرك شيء لو كتبتها، ولكن ممكن يرددها بعديك مليون بني ادم او تشجع مليون بني ادم يكتبها زيك فتاخد ثواب عليها كبير جدا. فهنقول اللهم ارفع عنا البلاء وادفع عنا الوباء وانزل رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين امين. اللهم ارفع عنا البلاء وارفع عنا الغلاء وادفع الوباء وانزل رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين امين. يا ريت تكتب امين وتاخد ثواب معانا في هذه الحلقة، وكل يوم تجمع ثواب من هذا الدعاء وتقول امين. هنبدأ حلقتنا النهاردة وقلنا تحذير من التسمم الشمسي ومظاهرات حاشدة في أمريكا ودعوة للإضراب وجحيم درجات الحرارة قادم للدول العربية. ومعانا أول حاجة هنشوفها دلوقتي وهو جحيم درجات الحرارة. زي ما انتوا شايفين يا جماعة دي نقل حي ولايف من الأقمار الصناعية الخاصة بدرجات الحرارة. وهنقول لكم ايه أخطر يوم، ولو شفنا مع بعض دلوقتي درجات الحرارة وهتتطور ازاي، وطبعا كله على افريقيا بالذات، على افريقيا ومنطقة الشرق الاوسط ومنطقة الخليج ومنطقة الدول العربية. فعايزك تتفرج معايا وتشوف اللون بيغمق ازاي وهتوصل درجات الحرارة. ادي كانت 37 34 30 وحذاري حذاري 45 47 47 هتبقى اعتبارا من يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء اللي هو هيبقى موافق يا جماعة
النهارده 12 13 14 14 26 22. درجات الحرارة في منطقة الخليج هتوصل 47 وتفوق، وكمان نشوف بعد كده الجزائر والمغرب طبعا الحرارة هتعلى فيها جدا، بعد كده الحرارة تنخفض يوم الأربعاء، ويوم الأربعاء ظهرا أو يوم الأربعاء اعتبارا من بعد الظهر أو اعتبارا من الساعة 1 ظهرا الحرارة فيها هترتفع بجنان برضو، وهتتعدى 47 درجة مئوية، وهتاخد كل الدول، دول الخليج، السعودية، الكويت، العراق، المغرب. المغرب هتبقى الحرارة فيها في بعض المناطق، لكن الجزائر بالكامل، تونس بالكامل، مصر، السودان، كل الدول يا جماعة العربية هتخش في هذه القصة. زي ما انتم شايفين ليبيا شوية درجة الحرارة فيها قليلة، ولكن الجزائر وموريتانيا والنيجر وتشاد والسودان ومصر وتونس حتى اسبانيا والعراق وسوريا والسعودية والإمارات والخليج، الإمارات والسعودية هتبقى حاجة غير عادية. فبنحذركم، بنقول لكم خلي بالكم، خلي بالكم من الأيام الجاية، بالذات يوم قلنا الثلاثاء ويوم الأربعاء القادم، الثلاثاء والأربعاء القادم اللي هم هيبقوا يوم 14، نجيب البتاعة، هيبقى يوم 14 ويوم الاربع هيبقى يوم 15، 14 و15 6 20 22، 14 و15 6 20 22. شايفين اللون اكن في جحيم، مع ان لو بصينا على العالم كله مفيش غير افريقيا هي اللي الحرارة فيها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، فخلي بالكم واحذروا. يلا بقى نشوف الخبر اللي بعد كده، ومن الاخبار المهمة جدا، مظاهرات في الولايات المتحدة ضد حمل السلاح ودعوة لاضراب في المدارس، وفي طبعا فيديو للقصة دي، والمظاهرات حاشدة جدا، والخبر معانا. لو شفنا الصور من المظاهرات، مئات المظاهرات في الولايات المتحدة للضغط على الكونجرس لتشديد قوانين حمل السلاح. وكمان يا جماعة وانا بكلمكم دلوقتي كان في مظاهرات حصلت بسبب ارتفاع البنزين، ارتفاع البنزين في الولايات المتحدة وصل لدرجة غير عادية، وصل لأعلى مستوى في تاريخ أمريكا من ارتفاع البنزين. فلسه حادث حالا مظاهرات بسبب ارتفاع البنزين، ونقرا لكم الخبر بسرعة بيقول ايه علشان المهتم بالولايات المتحدة او اللي قرايب فيها او كده. بعد اسبوعين ونصف من المذبحة التي وقعت في مدرسة بتكساس، تظاهر العديد من السكان في واشنطن ومدن اخرى وولايات اخرى في امريكا مطالبين بقوانين اكثر صرامة لحمل السلاح. وافادت مراسلة لوكالة الانباء الالبانية ان الاف الاشخاص شاركوا فيما اطلق عليه مسيرة من اجل الحياة اليوم السبت بالعاصمة واشنطن، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها الصلوات والذكريات لا تكفي، واحموا اطفالنا واحموا الاطفال ولا للسلاح وكفى كفى. وكان عدد من النشطاء قد دعوا الى تنظيم مظاهرات في عدة مدن بالولايات المتحدة. وهنا بقى كان شاب وبيحكي لك القصة وفي دباجة كتيرة، ولكن امريكا دلوقتي على صفيح ساخن. كان في برضو مظاهرات بالمطالبة بتنحي بايدن من السلطة، وبعدين النهاردة وامبارح مظاهرات بسبب السلاح والمجزرة اللي حصلت في المدارس، وبيهددوا باضراب عام في المدارس في امريكا بالكامل. والنهاردة بقى
المظاهرات الخاصة بارتفاع البنزين، وخلاص اعلى سعر للتر البنزين في تاريخ الولايات المتحدة. نخش بقى مع الخبر الثاني والمهم جدا وبرضو اللي بيتسبب في درجات الحرارة، وهو مع موجة الحر كل ما تريد معرفته عن التسمم الشمسي. التسمم الشمسي يا جماعة حاجة مش هينة، وان ممكن من درجة الحرارة العالية وانت واقف تلاقي اللي جنبك فقد الوعي ووقع على غفلة، فلازم تتعرف عليه عشان تحمي ولادنا، لان الصيف ده حسب ما كل التوقعات اللي جاية انه هيبقى جحيم، مش هيبقى صيف عادي، ودرجات الحرارة فيه زي ما حصل من كام يوم في الكويت الشقيقة، الحرارة تعدت في الظل 53 درجة، وكانت اعلى مكان في درجة الحرارة في الارض على مستوى الارض على مستوى الكرة الارضية كانت الكويت، في بعض المدن فيها درجات الحرارة أعلى درجة حرارة في العالم، وكانت عدت 53 في الظل مش تحت الشمس كمان. فخلي بالكم واحذروا من الفترة القادمة، وهنسمع كتير الأيام الجاية بالذات في شهر 7 و8 القادمين عن موضوع التسمم الشمسي، فلازم يبقى عندك فكرة والوقاية إزاي. وكمان في تاني برضو هنا التسمم الشمسي في موقع تاني، 10 حقائق مجهولة عن أسبابه وطرق علاجه، ونسمع بقى الأخبار بتقول ايه ونقرأ لكم ايه هي أعراضه والوقاية منه ازاي. نبدأ ب أول خبر، التسمم الشمسي مصطلح طبي لا يعلمه الكثيرين، ولذا يوضح هذا التقرير كل ما يجب أن تعرفه عن التسمم الشمسي، المرض المرضي أو الجلدي أو المرض الذي يرجع سببه الأساسي للشمس وارتفاع درجة الحرارة. ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع ويب ميد، ما هو التسمم الشمسي؟ يرجع التعرض المباشر للشمس في ظل ارتفاع درجات حرارة الطقس هي السبب في الإصابة بمشاكل في الجلد، وقد يصل الأمر إلى حالة حروق بسبب التعرض لأشعة الشمس الفوق بنفسجية الشديدة لفترات طويلة، ويجب علاج الشخص عند الإصابة لتجنب حدوث أي مضاعفات صحية. أعراض الإصابة بتسمم الشمس، أولا ظهور إحمرار شديد وألم في الجلد، ثانيا ظهور بعض التقرحات في الجلد، ثالثا حمى في الجسد، بعد كده الغثيان أو القيء، الصداع ثم الدوخة، أو قد يصل الأمر إلى الإغماء أو فقد الوعي. ما أسباب الإصابة بتسمم الشمس؟ التعرض للشمس بشكل مباشر يعد هو السبب الأساسي للإصابة بتسمم الشمس، وهو يعد نوع من أنواع الحرق أو الحروق الذي يحدث لسبب التعرض للأشعة فوق بنفسجية للشمس، كما أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان نتيجة لوجود تاريخ عائلي والاكثار من تناول مضادات حيوية وموانع الحمل. ونجد ان الاشخاص الذين يضعون الزيوت على الجلد قبل التعرض للشمس هم الاكثر عرضة. يعني خلي بالكم اللي بياخد مضادات حيوية كتيرة او اللي عنده يعني اعوذ بالله ويعافينا ويعفيكم الله الكانسر او السرطان في العيلة او حاجة يعني او كل عيلته من اللي بيجولها هذا المرض الخبيث، او بياخد مضادات حيوية كتير، او السيدات اللي بتاخد موانع حمل، او الاشخاص اللي بيحطوا زيوت كتيرة على جسمهم او على الجلد، دولت هم الاكثر عرضة للتسمم الشمسي. طرق العلاج، اولا الماء البارد او الكمادات
هم الخيار العلاجي الأمثل مع القيام بهذه النصائح. لازم يا جماعة اللي اتعرض للشمس كتير وابتدى يحس بحمى أو ابتدى يحس بجلده بيحرقه أو آلام في الجلد، أو إذا كان ولادك أو أبنائك أو زوجك أو أي حد في البيت، ياريت على طول كمادات مية ساقعة، وما تتحطش على النافوخ، تتحط على القورة أو على المكان الجلد اللي محمر. محدش يحط مية ساقعة على الدماغ من فوق أو على النافوخ نفسها، لازم تحطيها على القورة أو الجبهة وعلى الأماكن المحمرة من الجلد أو الملتهبة. بعد كده الإكثار من تناول السوائل للحد من جفاف الجلد، لازم تشرب سوائل ومية على طول، واستخدام كريمات الحروق اللي في الصيدلية ومش الواقي الشمسي، في مراهم أو كريمات للحروق، وتناول المسكنات الخاصة بالآلام، وبعد كده مضادات حيوية لعلاج هذه المشكلة. وهنا ليه ابتدت المواقع والعالم يتكلم عن التسمم الشمسي الأيام دي؟ لأن اللي معروف إن زي ما توقع الخبراء الطقس وخبراء الأرصاد الجوية بإن الفترة القادمة من شهر 7 و8 هتبقى من أعلى درجات الحرارة اللي جه فيها صيف يمكن من مئات السنين، ومتوقعين إن الحرارة هتبقى تفوق الدرجات اللي معروفة في قبل كده. فخلي بالكو لازم يبقوا عندكم كريمات للحرق في البيت، لازم تبقوا تراقبوا اولادكم لو خرجوا في الشمس، وتعملوا كمادات المية الساقعة على طول على الجبهة وعلى الجلد الملتهب. ربنا معانا وربنا معاكم، ويعدي هذا العام على خير، عام البلاء والوباء والغلاء، وطبعا درجات الحرارة بقى والاحتباس الحراري وكل حاجة في العام دوت ربنا يعديها على خير ان شاء الله. وبننهي معاكم هذه الحلقة بالاقتراب من الله واخذ الطاقة الايجابية زي ما انا بعمل في كل فيديو، وياريت تتعود على كده، تقول انا هتفرج على الفيديو وهاخد ثواب وهكتب امين عشان اشجع غيري انه يردد ورايا امين او يكتب كمان امين. هنلتجئ لله وناخد طاقة ايجابية ونقول له اللهم ارفع عنا البلاء وادفع عنا الوباء وانذر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء وارفع عنا الغلاء وادفع الوباء وانذر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين. امين. قلنا كلمة امين، مش هتخسر حاجة لو كتبتها، لكن ما تعرفش ممكن تكسب من وراها قد ايه. شكرا ليكم، وبشكر حضراتكم على تواجدكم معانا حتى هذه الدقيقة وهذه اللحظة في نهاية الفيديو، وبفكر حضراتكم ما تنساش تعمل اللايك وما تبخلش علينا بيه، لانه مهم جدا لاستمرارنا. وكمان لو حضرتك جديد معانا وعايز يوصلك كل جديد، ياريت تشترك في القناة، يشرفنا وجودك معنا، فياريت تعمل اشتراك او سبسكرايب وتدوس على الجرس او تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معكم فادي فكري من قناة سري للغاية فادي فكري، والسلام ختام.